أهلا وسهلا بكم أعزائي مشاهدين فضائية العراق التربوية ونحن نلتقي في درس جديد لمادة الجغرافية للصف الرابع الأدبي تناولنا في الدرس السابق عن الفكر الأوروبي في العصور الوسطى وتناولنا عن الفكر العربي عند العرب والمسلمين الفكر الجغرافي وتناولنا أهم المواضيع التي أسهمت في ظهور وتطور علم الجغرافيا تناولنا الدين والحج، ننتقل الآن إلى المادة العلمية. وصلنا إلى النقطة الثالثة، النقطة الثالثة الأمور السياسية والإدارية، لقد اندفع العرب بقوة خارقة لفتح البلاد في قارات العالم القديم وانتشروا من إسبانيا غربا وإلى الهند شرقا. وكان دافعهم في ذلك هو نشر الدين الإسلامي. عن طريق نشر الدين الاسلامي وهدايه البشر ونتيجه لهذه الفتوحات عرف العرب بعدها الاسلام عرف العرب بعد الاسلام بلادا ذات حضارات عظيمه فاخذوا عنها وافادوا منها ووقفوا عند مستوى حضاري رفيع ظل يرقى فيه ويحافظ عليه. إذن الأمور السياسية والإدارية أثناء التقدم في المعارك واكتشاف القارات النقطة الرابعة هي التجارة وكسب العيش أيضا عرفتنا على أشكال الجغرافيا لقد أدى ازدهار التجارة عند العرب المسلمين إلى استعمال الواسع للطرق البرية والبحرية وقد تجاوزت التجارة حدود العالم الإسلامي إلى أواسط أفريقيا وشمالي شرق اوروبا وجنوبي شرق اسيا وغيرها من مناطق العالم القديم وجنوب شرق اسيا، والمناطق العالم القديم اكتشفوها عن طريق التجاره وكسب العيش، فكان من الطبيعي ان يرحل الكثير من المسلمين في طلب الرزق، تطبيقا لتعاليم الدين الاسلامي الحنيف، وتبعا لذلك فمن الطبيعي ان وتبعا لذلك فمن الطبيعي ان ينقل هؤلاء التجار والصناع العديد من التجارب والخبرات والعلوم التي انتفعوا التي انتفعوا بها الى بلاد المسلمين انتفعوا بها الى بلاد المسلمين ولذلك فقد نبغ في الجغرافيا الكثير من التجار المسلمين أمثال سليمان البصري وإبن حوقل والمقدسى وياقوت الحموي لأغراض التجارة. نأتي إلى النقطة التي بعدها وهي نقطة السياحة. كيف ساهمت السياحة؟ لقد اتخذ كثيرا من العرب والمسلمين في السياحة والترحال وسيلة. لدراسة وسيله لدراسة البلاد الاخرى ومعرفة ما فيها من عجائب وغرائب فكانت السياحه في بقاع العالم وبلدانها من اكبر عوامل اغناء المعرفه الجغرافيه عن طريق الرحلات السياحيه في بقاع الارض واكثر الجغرافيين العرب المسلمين هم السائحون واشهر الجغرافيين السياح والرحاله هم الاصطخري. السياح والرحاله هم الاصطخري والشريف الادريسي والموصلي والمسعودي وابن بطوطه. اي تعريف يجي نقول هي ضمن الرحلات التي ساهمت في اكتشاف الجغرافيا الطبيعيه ضمن رحلات السياحيه. لاكتشاف العالم اما ناتي الى النقطه طلب العلم فكانت رحلات لطلب العلم لقد بحث الاسلام على طلب العلم حث الاسلام هنا على طلب العلم فراح يصير عندنا رحلات رحلات دراسيه لطلب العلم فقد جاء في الحديث الشريف طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمة فقد رحل الناس في طلب العلم من من الاندلس الى بخارى ومن بغداد الى قرطبه فكانوا ينتقلون في البلدان لاخذ العلم من الشيوخ ولقاء عظماء العلماء اذ ان كثير من العلماء الاوائل دفعتهم شده شغفهم بالعلم الى المرامي البعيده والنواحي القاصيه ومنهم على سبيل المثال المقدسي والبيروني وابن البيطار هذه رحلات ابن البيطار والبيروني والمقدسي من اشهر الرحلات لطلب العلم عند البلاد العرب المسلمين نأتي هنا إلى إضافات العرب المسلمين إلى الفكر الجغرافي يمكن أن نحصر أهم الإضافات ما هي الإضافات التي أضافوها العرب إلى الفكر الجغرافي أهم إضافات العرب والمسلمين إلى الفكر الجغرافي في أربع مجالات المجال الأول راح نتناول الجغرافية الفلكية والرياضية لقد ربط الجغرافيون العرب والمسلمون الجغرافيا بعلم الفلك، وكانت آراءهم الفلكية في الجوانب الجغرافية في موضوعات عدة يمكن ان نتناولها بالنقاط الاتية: الجانب الأول هو شكل الأرض وحركتها، ما هي اسهاماتهم في مجال الجغرافيا الفلكية والرياضية في شكل الأرض وحركتها؟ لقد كانت الفكره السائده لدى العرب والمسلمين ان الارض مسطحه، وقد كان هذا التصور نتيجه للافكار التقليديه التي توارثوها عن اجدادهم، ولكن بعد ان نشطت، ننتقل الى الصفحه التي بعدها، ننتقل الى الصفحه التي بعدها، بعد ان نشطت حركه الترجمه عن الرومانيه والاغريقيه، واطلاعهم على هذه الثقافات تاثر العرب باراء بطليموس وغيرهم من علماء الاغريق والرومان ومفكريهم بهذه الاراء، فامنوا بكرويه الارض وبثبوتها في مركز الكون وبثبوتها في مركز الكون، فذكروا تلك الاراء في العديد من الافكار الخاصه بمفكريهم. امثال ابن خرده ذابه وابن ابن خرده وابن رسته والمسعودي واخوان الصفا هذا في مجال الجغرافيا الوصفيه النقطه با تحديد مساحه الارض وموقعها ما هو ما هي آرائهم في مساحة الأرض والموقع مالتها؟ تأثر العرب في تقدير محيط الأرض بالهنود والرومان واليونانيين إذ قدروها بحوالي 24 ألف ميل أما أخوان الصفا فقدروها بحوالي 6551 ميل وقد جرت محاولات أخرى في عهد المأمون عن طريق تحديد مقاس درجة خط منتصف النهار وقد اختيرت لهذه القياس المنطقة الواقعة بين تدمر والرقة على نهر الفرات ووادي في أرض الجزيرة قرب سنجار ونجحوا في تقديرها بدقة فقد كان مقدار الخطأ واحد كيلومتر يعني كانت كلش دقيقه على الرغم من افتقار الاجهزه في ذلك الوقت. كما اهتم العرب والمسلمون بمسألة التعرف على المساحات الماهوله مساحات الماهوله المعموره من الارض اللي بها كثره السكان وقد اعتمد العرب في البدايه على الهنود والاغريق اذ اعتقد العرب ان ربع الارض معمور وحدوده بين خطي عرض 21 جنوبا وثلاثة وستون شمالا. اما بالنسبه لخطوط الطول فقد افاد العرب من سابقيهم من الهنود اذ عدوا خطوط الطول ب 360 خطا مثل ما فعل بطليموس مع اختلاف واحد هو ان بطليموس جعل خط الصفر يمر بجزر الكناري في حين جعل العرب خط الصفر يمر في الطرف الغربي لقاره افريقيا على الساحل المغربي، هذا بشان اسهاماتهم في تحديد مساحه الارض ومواقع ومواقعها. ناتي هنا الى نهايه هذا الدرس، شكرا جزيلا لكم الى حسن المتابعه والاصغاء، دمتم برعايه الله وحفظه.